أهلا بكم من جديد. ظلال الأصيل، محطات متنوعة ومختلفة. كنا قد كشفنا عن الموضوع الأول قبيل هذا اللحن وهذا النغم، الثقافة القانونية. ورد في الأخبار في الأسبوع الماضي عن ضبط 240 ألف نوع وحبة مخدر. كذلك جاءت الإحصائيات الصحفية عن أن التيجان الماحي، مستشفى التيجان الماحي، يستقبل أكثر من 1500 حالة شهريا. هذه الحالات التي تكون بسبب المخدرات وتعاطي المخدرات، كذلك الضبطيات الكبيرة التي ضبطت في الفترات الماضية. كل هذه الأخبار وغيرها تضعنا في مسار الاهتمام بحيث نسلط الضوء على هذه القضية. أسعد جدا بأن أرحب بضيفي داخل الاستوديو، القانوني والمحامي الأستاذ مجاهد عثمان. مرحب بك في ظلال الأصيل وفي قناة الشروق. حبابك عشرة. مرحب بك أستاذ نزار، ومرحب بمتابعي قناة الشروق. سعيدين نكون معكم في هذه الأمسية للحديث حول موضوع مهم جدا، يمكن وموضوع شاغل المجتمع، ما هو الليلة وبس، لكن قديم ومتجدد. موضوع المخدرات هو يمكن من الموضوعات الشائكة والمتنوعة وأصبحت أساليب تداولها في الفترة الأخيرة يعني مختلفة ومتنوعة برضو، فهي يمكن من الموضوعات المحتاجة وقفات كثيرة جدا من كل القطاعات. طيب نبدأ بقانونيا، إلى أي مدى يساهم القانون في الحد من انتشار هذه الظاهرة القديمة المتجددة؟ طيب ابتداء ممكن نقول ان احنا جريمه المخدرات كجريمه سبل مكافحتها متنوعه ومتعدده، ابتداء من دور المجتمع وبعد ذاك دور الشرطه باعتبارها هي واجبها الاساسي هي مكافحه الجريمه، ومن بعد ممكن دور القضاء باعتبار انه في تحديد العقوبات يردع ويصل للحد الاقصى في العقوبه. لكن كل الكلام ده هو محمي بموجب تشريعات وفي قوانين، يمكن هي دورها الأساسي غير إنها تكافح الجريمة تصلح المجتمع. قانون المخدرات والمؤثرات العقلية السوداني تناول لنا يمكن جريمة المخدرات وترويجها والإتجار فيها في ثلاثة نصوص مختلفة. بداية يمكن أقلها عقوبة هي جريمة التعاطي، فيها السجن قد يصل لمدة سنتين ومع السجن ذاته في غرامة. بعد ذاك السقف الأعلى من التعاطي طوالي مباشرة ترويج المخدرات أو تخزينها لمرحلة ما قبل الإتجار، دي فيها السجن قد يصل لمدة 10 سنوات، فدي برضو المرحلة الثانية وفيها كمان غرامة بجانب السجن. المرحلة الأخيرة فيها المسألة بتاعت التجارة، باعتبار أن التجارة هي العنصر الأخطر لأنها هي اللي بتوصل للمجتمع المخدرات وبتوصل للناس المخدرات في محلاته. العقوبة هنا فيها شدة، العقوبة فيها السجن مؤبد وقد يصل للإعدام إذا في ظروف معينة توفرت، بتبقى العقوبة تتحول من سجن مؤبد لإعدام. مثال لها مثلا قانون الطفل بيتكلم عن أنه إذا تم استخدام الأطفال في تجارة المخدرات هنا العقوبة حتكون طوالي إعدام، لأنه أهمية الطفل وأهمية وجوده وخطورة تداول المخدرات وسط الأطفال، وكمان برضو سهولة انتشارها إذا كان المستخدم فيها طفل، ودي كلها يمكن أشياء المشرع اتناول فيها شدت فيها العقوبة باعتبارها هي حاجة مهمة جدا. القانون بصورة عامة يمكن يكون هو رادع، لكن الأهمية في المكافحة هي أدوار تكاملية أخرى خارج الدائرة القانونية. طيب على سيرة الأدوار التكاملية، نحن نتكلم عن دور القانون في نشر في عفوا الحد من انتشار هذه الظاهرة، نتكلم عن جانبين. الجانب الأول الجانب القانوني الذي يضع التشريعات التي تنص على العقوبات، سواء كان بالنسبة لموضوع التجارة أو موضوع الترويج أو موضوع التعاطي. الجانب الآخر هو دور المجتمع للقانونيين في التوعية بمخاطر هذه الظاهرة، ويعني نشر نقدر نقول الترهيب من التعاطي والترويج لهذه الظاهرة. أيضا ده مسؤولية مجتمعية بتقع على عاتق القانونيين وحتى على المستنيرين في المجتمع ككل. يعني طبعا بالتأكيد المسائل القانونية يمكن الشائكة بكل صورة اللي هي اتكلمنا عنها قبل شوية في تحديد العقوبة وكذا. المكافحة هي فيها الدور الشرطي أعلى،
باعتبار انه القانون هو بعد ما المشرع يضع النص بعد بكون هو حاجه موجوده قدام القضاء عشان يطبقوها، لكن بتبقى في انه كيف المجرم ده ذاته نجيبه عشان يتعاقب، وكيف هو ذاته لما يتعاقب يحصل له المساله بتاعت الاصلاح. ما هي العقوبه غير الردع الهدف منها برضو الاصلاح. فالمجرم ده نحن غير انه حنخده في السجن عشان نردعه، برضو بنخده في السجن عشان نصلحه. فده الدور الغايب عندنا نحن في السودان بصوره عامه بكل اسف، الدور بتاعت الاصلاح. المجتمع المفروض المجرم ده اول ما خش السجن قبل ما يجي طالع عشان تاني يمارس نشاطه مع الناس ويتعامل مع المجتمع، مفروض يخضع لمسألة بتاعت إصلاح، لأنه هو قاعد في السجن دي ما كفاية لأنه يغيث من الاتجار في المخدرات، ولا كفاية من أنه يكون هو يتحول لزول سوي، محتاج لإصلاح. فدي مسألة غايبة عندنا نحن هنا في السودان، يمكن موجودة في دور الإصلاح في معظم دول العالم المتقدمة الآن. نحن نتمنى أنه لقدام تتم معالجتها في على مستوى أقل. يعني هي مفروض حتى ذاته يعني في جزء من الناس اللي بيتم معاقبتهم في جرائم المخدرات وغيره بيكون ما عنده مهنة. الإصلاح ده بسم الله أنه حتى ممكن هو داخل المؤسسة يتم تأهيله، يتم تأهيله يعلموه حرفة، يعلموه غيره، حتى ممكن يتعلم يدرس يكمل دراسته إذا كان هو زول تعليمه واقف على حد ما، ممكن يواصل وداخل على نفقة الدولة. العقوبات بتاعت المخدرات السجن فيها طويل، يعني 10 سنوات حيقعد في السجن تكملة الدراسة أستاذ مجاهد على نفقة الدولة. ممكن أيوة نعم، هو التعليم بصورة عامة مفترض يكون يعني غير المساجين حتى الناس اللي برا يكون على نفقة الدولة يعني. فنحن نتمنى إنه نصل للمرحلة دي. هي الوضع الآن ما في تعليم مجاني، لكن برضو دي كلها مسائل متكاملة مع بعض. طيب خلينا نتكلم عن القوانين ذاتها اللي بتسن عشان تجرم هذا الفعل الشنيع. القانون أو الدستور لما يوضع بيوضع عشان ينظم حياة الناس بصورة عامة، فبيكون فيه الأهداف الواضحة اللي وضعتها الدولة لحماية النفس الإنسانية ولضبط العمل داخل المنظومة الحياتية بتاعت البني آدم. فكيف تسن القوانين التي تحمي من هذا الفعل ومن هذا من هذه الظاهرة؟ يعني مثلا نتناول القانون السوداني بما أنك يعني ممارس لمهنة القانون لسنوات طويلة، كيف القانون السوداني جرم هذه الظاهرة وكيف سنة القوانين التي تحمي المجتمع من التعاطي والترويج والتجارة في المخدرات؟ طيب القانون بصورة عامة دور هو تنظيم حياة الناس بحيث انه ما تتعارض مصالحهم مع بعض وما يسطر شخص على حق شخص اخر. دي القاعدة القانونية بصورة عامة. التشريعات اللي بتحملين المسائل اللي بتهد المجتمع بصورة عامة دي نحن بنقول عليها القواعد الآمرة او القانون العام. ده هنا بتصهر فيه الدولة باعتبارها هي صاحبة حق أصيل أو طرف في الدعوة الجنائية ذاتها. يعني مثلا لو في زول احتال زول لدعوة هي بلاغ، لكن في النهاية ده حق خاص بين أفراد، لكن لما يجي زول يقتل زول ده هنا حق خاص لأولياء الدم وحق عام للدولة باعتبارها واجبة أن تحمي المجتمع من مسائل القتل وغيره. القواعد اللي بتجرم لنا سلوكيات التعاطي في المخدرات أو ترويج المخدرات أو النشاط التجاري في المخدرات دي هي قواعد آمرة، والقانون هنا فيها الدولة بتصهر فيها صاحبة الحق الأصيل باعتباره النيابة هي هنا مفروض تكون طرف الدعوة الجنائية باعتبار أنه النائب العام هو ينوب عن المجتمع، والنيابة هنا بتنوب عن المجتمع في فتح الدعوة الجنائية. الفلسفة بتاعت التشريعات دي هنا الغرض منها حماية المجتمع ككل من النشاط الإجرامي للشخص المروج أو الشخص التاجر في جريمة المخدرات. الدور هنا بيكون متعاظم الشرطة لأن هنا هتخدم في إنها كيف تقبض وكيف ومحتاجة تأهيل خاص، محتاجة تدريب معين، محتاجة وسائل تستخدمها في الكشف عن العمليات الإجرامية اللي هي من ضمنها في تمويل مصادرها وغيره. يعني جريمة المخدرات ذات الكشف عنها بيكون صعب شوية، أنت ممكن تقبض المتعاطي بسهولة لأنه بتلقى شايل المخدر أو تلقاه هو بيتعاطى أو بتلقاه سكران أو بتلقاه مسطول بالدارجة كده، لكن عشان تصل للمجرم التاجر بيكون في صعوبة. تتمثل الصعوبة في شنو؟ هو ده بيكون زول واعي عنده تدبير معين بيمارسه، عنده نشاط معين بيمارسه في إنه كيف يوصل المادة المخدرة دي للناس اللي بيتعاطوا.
بيستخدم ناس بينه وبينهم إذا سميناهم نحن المروجين أو ممكن يكون هم في بدايات مشاطهم حيتحولوا لذاتهم بعد شوية بيقول لنا تجار. فهنا بتبقى المسألة بتاعت القبض عليه صعب شديد. الزول المتعاطي ده لما تقبضه ما حيوري جابها من وين، هتقبضه توديه ويتحاكم بيتعاطي، يبقى في مشكلة في انك انت كيف تصل للمجرم. فعشان كده هنا الدور الشرطي، الدور بتاع الدولة، دور النيابة بيكون أعظم في انك كيف تكشف عن نشاط التجار في مسألة الاتجار بالمخدرات. الاتجار بالمخدرات هي جريمة منظمة في حد ذاتها، وممكن تكون جريمة دولية. ليه؟ لأنه معظم المخدرات بيتم تصنيعها في دول وترحيلها للدول وتوزيعها في دول أخرى. شفنا الكلام ده قبل كده زمان في كم ضبطيات حصلت في المينا في السودان. دي جات من وين؟ هي جريمة شائكة بتدير منظمات إجرام. طيب بعدين يعني عفوا للمقاطعة مجاهد، لكن يعني جبت حديث مهم ما ممكن نفوته، وهو أنه مؤخرا أصبح في ظهور كبير جدا للأخبار التي تتحدث عن ضبط كميات من الحشيش أو من المخدرات أو حتى من الآيس كريستال أو أي أنواع المخدرات الأخرى. في رأيك الشخصي شنو السبب في انتشار المخدرات في الفترة الأخيرة في المجتمع؟ هل هو الوضع العام للدولة؟ هل هو تطور أساليب كشف المخدرات؟ هل هي كثرة المتعاطين وبالتالي سهولة القبض عليهم؟ الأسباب اللي خلت في الفترة الأخيرة نسمع عن كثير من الضبطيات التي تخص المخدرات في المجتمع؟ هما تطور في القبض، لا هو زيادة في عملية الاتجار. التجار زادوا نشاطهم، زادوا الكيفية، بيقعد عندهم جرة أكتر في أنه يوصلوا المخدرات مكان عايزين. عشان كده بيجي بيتم مسألة كشف الجريمة ذاتها بتاعت المخدرات. هي الجريمة نمرة 2 في العالم، الجريمة الأولى الاتجار بالسلاح، نمرة 2 طوال الاتجار بالمخدرات. طيب الاتجار بالمخدرات اللي بينشط فيها منو؟ منظمات الإجرام. بتنشط فيها المنظمات اللي بتنشط في الأعمال الغير مشروعة، ممكن تنشط فيها بعض الحركات المحظورة دوليا باعتبار إنها محتاجة لوسائل تمويل عشان تمويل بها نشاطها. الحركات قد تكون هي حركات مسلحة، قد تكون هي حركات في نفس الوقت ذات نشاط بتعتقد إنها كفاحي وغيره. ما على شرطي في السودان، في دول تانية. ليه؟ لأنه ما بكون عندها مصادر تمويل لأنشطتها غير المخدرات دي، عشان تشتري سلاح، عشان تدرب ناسها، عشان غيره عشان غيره. ليه؟ لأنها هي ما دولة، لا عندها بترول حتبيعه، لا عندها زراعة حتبيعه، لا دلا دلا عندها ناس عايزين يحاربوا أيا كان عقيدتهم. حتجيب لهم سلاح من وين؟ حتقوم تنشط في الأنشطة الغير مشروعة من ضمنها عملية الاتجار بالمخدرات. بيتم استخدام بعض الموانئ اللي ممكن تكون الأجهزة الأمنية بتاعتها. يعني الكلام ده ما بخص السودان بس، الأجهزة الأمنية بتاعتها حاجتين، يا إمكانياتها قليلة يا في نفس الوقت الأجهزة ذاتها فاسدة. بيتم استخدام الموانئ دي. يبقى يا مجاهد يعني هي بتشتري الشخص المروج هو دارس المجتمع كويس ودارس البيئة اللي بيروج فيها بضاعته. أي بالضبط. المسألة بتاعت المنظمات دي أكمل لك فيها، بتدخل لنا يا ناس بيساعدوك من داخل الأجهزة دي، يا الأجهزة دي أصلاً نايمة ساي يعني تعبانة، بيجوا يمشوا بيها ويمشي يبيعوا حاجات ويجوا راجعين. فدي المسألة. الفترة الأخيرة كانت تحقيقات، أنا بتذكر في تحقيق كان اتكلمت فيه نشرته أستاذ هاجر سليمان في جريدة الانتباه، اتضح أنه عصابات يمنية الحوثيين بصورة مباشرة كده هم في السودان يستخدموا الموانئ بتاعتنا يمشي يودوا المخدرات بتاعتهم. دي حاجة كده يعني، مخدرات بتمشي على بيستخدموا الحتات البيجاية، لأنه كان الشغل ما بين السودان والسعودية فيه شوية بتاع التساهل، هم بيمروا في المسألة دي، لأنه إحنا بينه وبين السعودية ما في تجديد، لأنه أساسا ما في لا مننا عندنا مخدرات بتمشي له ولا هم عندهم مخدرات بيجينا. النشاط مشروع في المنطقة دي، هم استغلوا الحتة دي. فدي واحدة من النماذج بتاعت العصابات اللي كانت منظمات إجرام عالمية. ممكن يتم بيع ذاته في السودان إذا لقوا فرصة كويس. هي كانت عابرة، الضبطية دي هي كانت عابرة، ما كان الغرض منها إنها جاية السودان، كانت عايزة تمر يا خاش السعودية يا ماشى مصر، هم كانوا وراء حسين. الحاجات دي كلها مع بعض بتهدم ليك المجتمع، بتدي لتفكك في المجتمع. دور الأسرة فيها متعاظم جدا، الأسرة لازم تكون حريصة على أبنائها في مسألة الرغابة وفي مسألة معرفة. هي كلها رغبة، لكن رغبة متمثلة في شنو؟ في أوقات
الأبناء، الولد ده مشى 200 وجا 200، الزمن ذاته، الأصدقاء، الناس اللي حوالينه، معرفة الأنشطة اليومية اللي بيقوم بها زول، حالته العامة، يعني أيوة. زول ده جاء لبسه آه. عامل كيف، آه. شكله عامل كيف. نحن هنا بس عشان ما عايزين مثلا نقوم نروي لبعض الاتجاهات أو كده، في بعض الجامعات بتعمل فحص للمنشطات، ودي حاجة حديث استحدثوه، وأنا والله حيون عليها، يعني أنا عرفت الحاجة دي. بيعملوا تحاليل للطلاب؟ تحاليل للطلاب، هاي بيعرفوا لو لقوا إنه هو متعاطي لمنشط أو مخدر بيتصلوا بولي الأمر وبجيبوه بقعدوه بيوريوه إنه زول الولد ده دي نتيجة الفحص بتاعه، فودوه لكشف، ودوه لمراكز متخصصة. بكل أسف نحن في السودان يمكن المراكز بتاعت العلاج من الأمراض بتاعت الإدمان وكده محدودة، ما دار أقول معدومة، محدودة عشان اللفظ يكون هنا. فدي ذاتها مشكلة، لما يكون عندك واحد من أولادك في سن مبكر من عمره وصل مرحلة الإدمان بتبقى تاني في مشكلة إنك كيف تعالجه. في بعض المنشطات خطرة جدا، يعني مثلا زي لايس ده أثاره كبيرة جدا، في ناس كتار ماتوا فقدوا أرواحهم العاديين، يعني هو مش بيوديك لأنك أنت تكون سيء وبس، ممكن يقتلك ذات تنتهي بعد. فدي ذاتها مشكلة يعني، فلا بد من إنه يكون في دور ما بين الأسرة، المجتمع متمثل في شنو؟ في مؤسسات التعليم، إذا كانت التعليم الأولي أو التعليم العالي، الأجهزة النظامية والشرطية وغيره وغيره برضو دورها متعاظم في عملية الكشف، لأن المسألة بتاعت الكشف ذاتها صعبة جدا، يعني كتار جدا كشفهم بالصدفة. طيب ده بيقودنا لسؤال ثاني أستاذ مجاهد، وهو الجريمة التي تقع تحت تأثير المخدر كيف يتعامل مع القانون؟ في 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 المخدر او في المساله بتاعت الخمر، الجريمه دي هي بتنسب العقل، فبالتالي بتؤدي لانه ممكن المجرم بعد ما هو يتعاطى او يتخدر يرتكب اي جريمه ثانيه. يعني بنتذكر انه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال الخمر هي ام الكبائر لانها تنسب العقل، وفي الحادثه المشهوره في الاثر اللي هو جابوا له مره عشان يزني بها وطفل عشان يقتله وخمر، فقرر انه هو عابد من بني اسرائيل، قرر انه يشرب الخمر، بعد شرب الخمر قتل وزنى. فهي بالتالي بتديك دافعيه لانك ترتكب جرائم ثانيه، فبيقوموا بعض المتعاطين لها بيسموها ذوي الشجاعه، لانه بعد ياخذها خلاص حيكون شجاع جدا، ممكن يعمل اي حاجه. القانون طبعا الزول السكر بيراته ولا المشي يتعاطى بيراته بيعاقب كانما هو شخص سليم، ما دافع من دوافع المسؤولية ولا مانع من موانع المسؤولية ولا فعل من أفعال الإباحة. يعني لو شربت الخمر أو شربت المخدر وبعد ارتكبت جريمة ما بتعفيك من الجريمة اللي ارتكبتها تقول لأنه أنا كنت سكران، وإلا فتحنا الأهواء للناس، يعني أنا أضرب لي أي حشيش ومش ارتكب الدار ارتكبه. يبقى القانون عليها بيعامل كاملة. الشخص المرتكب الجريمة تحت تأثير المخدرات زيه وزي غيره، زيه وزي الزول الكبير، زي الزول الواعي، بيبقى حتى كمان يعاقب على المخدر ويعاقب على الجريمة الثانية اللي عنده جريمتين، الجريمتين يتعاقب عليهم. أهلا ورحبا بكم من جديد ظلال الأصيل، نواصل من قطع من حديث رفقة ضيفي داخل الاستوديو القانوني والمحامي الأستاذ مجاهد عثمان، مرحبا بك من جديد. وكنا قد توقفنا قبل هذا اللحن عن الجرائم التي تقع تحت تأثير المخدرات. مرحبا بك أستاذ نزار. طبعا الجرائم اللي بتحصل نتيجة لأنه يكون الشخص متعاطي مخدرات في الفترة الأخيرة ظهرت كثيرة جدا، يمكن الناس تابعت في كثير جدا من الجرائم اللي كان أخبارها منتشرة في السوشيال ميديا. المخدرات انتشارها طبعا زاد، شباب في مقتبل العمر أعمارهم أقل من 20 سنة، وبكل أسف فيهم واحدين يمكن يندرجوا في طائلة الطفل أقل من 18 سنوات، فدي كلها لسهولة انتشارها وأنواعها وكده حاجات زادت من انتشارها وسهلت من إنها تصل للشباب ديل، وعدم متابعة للأسر والأبناء. يمكن نحن كلنا في المجتمع السوداني الفترة الأخيرة الناس حاصل لها المسألة بتاعت الانشغال، وين أنت والله جاري بس وماشي الشغل وجاي من الشغل، الواحد ما مركز مع أولاده ما شايف الحاصل عليهم شنو. يمكن الجريمة الأخيرة في أم درمان القتل الدكتورة ربنا يرحمها ويتقبلها، يمكن عمره 19 سنة أو أقل من 20 سنة، كان متعاطي وشخص مدمن. يعني في جرائم كثيرة جدا طفعت الناس عرفتها، عرفت أخبارها، وفي جرائم كمان الناس ما كانت عارفة أخبارها. أنا أمس في واحدة من الأقسام داخل ولاية الخرطوم، يعني لقيت بيت بتصرخ بأعلى صوت في الحراسة ماسكين ناس الشرطة قاعدين. سألتهم إخوان الحصل على شنو دي؟ قالوا والله دي متعاطي آيس ومعانا هنا من أمس بالليل قبضوها، وحتى ذاته ما قادرين نستجوبها عشان نعرف أهلها وين عشان نتصل عليهم ونجي يستلموها، فما عارفين ذاته، ممكن يكون أهلها عارفيننا ولا ما عارفيننا، أسرتها وهي ما معروف هي بتصرخ.
فكانوا يعني بيهدوا فيها كل مره بيحاولوا يهدوا فيها. قال لي احنا ذاته حتى دارين يعني يحولوها لمركز صحي ولا يحولوها لمساله بتاعت علاج غير انها حتمشي في الاجراءات القانونيه، فهي باعتبارها متعاطي يعني ممكن تصدق لها ضمان اي زول يستلمها، وقد تكون هي ذاتها غاصر سلموها لوليها عشان يعالجها. اهلها ذاته ما عارفينها، هي ذاتها ما قدرت توصله لاهلها لانها متعاطيه وبتصرخ. فدي كلها حاجات يعني بكل اسف موجوده الان معانا. طيب يعني الايس ده هل هو اصبح منتشر في المجتمع السوداني؟ زمان معظم الجرائم اللي بتقع او المتعاطين اللي بنسمعهم هم الحشيش او البنجو او غيره من انواع المخدرات. زمان كان في الكنابز اللي هو وغيره يعني من باقي الحاجات، لكن الايزا مؤخرا بقينا نسمعه في مواقع التواصل الاجتماعي وحتى في الضبطيات اللي قاعده تحصل من قبل الشرطه، هل اصبح موجود ومنتشر للدرجه دي؟ بكل اسف بكل اسف الايس يعني اصبح منتشر بصوره ما عاديه وموجود وهو اخطر. يعني يمكن الحشيش عشان يوصلك مرحله الادمان الا تتعاطى اكثر واكثر واكثر اللي هو وبعدين الحشيش ذاته الحصول عليه شويه فيه صعوبه. الحشيش برضه يمكن يكون في المكافحه سهل انه يتقبض، لكن الايس والاقراص اللي بقت تشبه العلاجات دي ذاتها انا يعني انا هسه بالرغم من انه وجودي في الجانب في شغله المحاماه دي والجانب القانوني وفي نوع من انواع المخدرات يمكن هسه لو خطيت عينك قدام انا ما حقدر اعرفها. فدي تتكافح كيف ذاته مثلا مكافحاتها صعبه جدا. يعني الحشيش ده زمان شكله معروف كده اي زول ممكن لو شافك شايله يقدر يبلغ عنك ولا يقدر يعرف انك انت شايل مخدر ولا حاجه ويعمل حسابه منك. فحتى ذاته يعني في فتره من الفترات سمعنا انه في بعض الاغراض بقت ستات القهاوي يعملوها في القهوات وعشان الشباب يتعود عليهم جبنتها سمحه والله. طيب على السيره دي يعني بحسب وجودك في المحاكم والجانب القانوني بصوره مستمره، اكبر الفئات ممكن تكون متاثره بموضوع المخدرات ده؟ بكل اسف الفئات في مقتبل العمر الشباب اللي نحن محتاجين لهم عشان بكره يبنوا البلد دي وعشان نحن بكره نلقاهم سند لاسرهم قبل ان يكونوا سند للبلد. ده يعني ده الشيء المؤسف تلقاهم في الثانويات. والاخطر من كده وسط البنات بقت منتشره يعني، فدي ذاتها مساله خطيره جدا يعني. فالتوعيه البيت المدرسه انا بركز في الحته دي دائما لانه النواه هي الاسره هي نواه لاي شيء يعني، نواه الخير نواه للشر هي اللي بتخرج لنا الاجيال دي. لكن التعليم بيجي برضه شريك معانا يعني، احنا لازم برضه الجو اللي هو بيقرا فيه يكون سليم. الان بقى التربيه زمان كان البيت وبس، لكن الان ممكن وسائل التواصل الاجتماعي ذاتها تكون شريك معك في تربيه ابنائك لانه بيتم فيها عرض بيتم فيها تعرف على اشخاص الناس بتعرف فيها بعض بتتعامل فيها جروبات بيتعامل فيها حاجات كثيره جدا. من ضمن الحاجات دي النشاطات الاجراميه ممكن يتعامل جروب يكون فيه افراد معينين الغرض منه ترويج لحشيش ترويج لحاجه، فممكن تتعامل يعني بينوعوا في نشاطهم في مساله الترويج يعزموهم يدون ساي يتقدم لهم من غير مقابل بعدك شويه شويه يتبع لهم جرعه جرعه لحد ما يوصلوا مرحله الادمان. المشكله انه هسه زي الغايزه يعني انت من اول يوم بتاخده بتبقى مدمن، دي خطورته هنا يعني. ما زي الحشيش ممكن تاخده الليله ويحصل لك صداع ويحصل لك غير وتكره ذاته الا تكرر مره ومرتين حتى بعدك تمشي في الادمان. طيب لكن خلينا نتكلم برضه عن جانب مهم عن اماكن الترويج. انت الان تكلمت لي عن انه يعني اصبح في سهوله لتواجد الماده المخدره يعني. نعم. الحشيش ممكن معرفه الناس به بتخلي زول سهل يبلغ عنه او يعرف ولده بتعاطاه او كده من خلال الرائحه ومن خلال يعني معرفته كجسم. بما انه في شكل مخدر ثاني بقى على شكل عقاقير طبيه بقى من الصعب التعرف عليه. ده بيقودنا للمروجين ذاتهم بيتواجد وين يعني يعني احنا نشوفهم وين عشان نعرفهم؟ هل نشوف في كل المجتمع ولا نبدا نبحث في حتات مختلفه؟ وخصوصا انه مع الاسف قلت لي انه يعني الفئه الاعلى الشباب، وكمان دي حاجه جديده سمعنا بالبنات بيجوا يعني يتعاطوا وفي مقتبل العمر بيبيعوا ذاتهم ويروجوا. البنات موجود كله بكل اسف. المروج يعني ما بتقدر تعرفه بسهوله ما لم تتعامل معه. لا الاماكن انا ما اقصد هو عشان تحدد اماكنه ذاته انت ما حتقدر تعرفه عشان تقدر تحدد اماكنه. لكن بصوره عامه مناطق التجمعات اللي بتلم الناس يعني الاسواق مثلا اللي بتلم الشباب لما الاسواق بصوره عامه الاسواق دي ما زول جاي يشتري ويبيع ومهرج ماشي، لكن مدارس الجامعات القهاوي
أنا ما أقدر أقول كلها بقت فاسدة، لكن بيتواجدوا فيها. المدارس ذاتها بقت بكل أسف سوق، المعاهد التعليمية، الجامعات، الجامعات الكبيرة يمكن شفنا فيها ناس اتقبضوا، شباب مدمنين، شباب اتقبضوا بيروجوا داخل الجامعات. حتى في مناطق يعني مناطق العمل بقت تلقى زول في حتة من حتات الشغل بتلقى زول مروج، تلقى زول في حيات كثيرة ساعدت على الحاجة دي، اللي هي يعني الضعف بتاع التربية والوازع الديني وغيره. بعد ذاك الوضع الاقتصادي بيجي ينعكس على المسألة دي كلها، بتخلي في ناس عندهم الغابرية في انه يشتغلوا في الحاجة دي. هم ذاتهم ممكن يكون في مرحلة من المراحل حياتهم كانوا مغاطين يا المرويين، اي لكن بتلقاه غالبا شخص واعي، ما بيتعاطى، ما بيكون مدمن معك، تلقاه زول طبيعي يعني، ما ممكن يرقبك في انك تتعاطى ويبيع لك، لكن هو في نفسه تلقاه طبيعي، ممكن يكون بيتعاطى لكن وقف يتحول او كده او هنا. فدي دي كلها مسائل متشابكه مع بعض بتؤدي لانه بيكون في صعوبه في مساله الكشف عنه ديل المروجين او كان التجار ذاتهم يعني بسرعه. طيب ننتقل للدور المجتمعي الكبير الممكن نقوم به كلنا، سواء كنا قانونيين او اعلاميين او ايا كان تخصصاتنا، في محاربه هذه الظاهره المخيفه والقاتلة، خصوصا أنها تستهدف شباب في مقتبل العمر ودي المستقبل البلد وحياة بأكملة. يعني نتكلم عن دور المؤسسات المختلفة، المؤسسات التعليمية، دور المؤسسات الشرطية والقانونية والنظامية، عن دور المؤسسات الإعلامية ودور الأسرة ذاتها من نواة المجتمع في محاربة هذه الظاهرة والكشف عنها وعدم التستر على المتعاطين والمروجين. طيب بصورة عامة، مبدأ مكافحة الجريمة هو واجب على الكافة. أنا وإنت وأي زول بيحضرنا الآن، دورنا واجبنا لمكافحة الجريمة. المجتمع دوره بيتنوع ما بين الأسرة وما بين خارج الأسرة. داخل الأسرة المسألة بتاعت الإصلاح والرغابة على الأبناء، خارج الأسرة مبدأ التبليغ، لازم نبلغ أي شخص متعاطي. نحن لما نبلغ في المقام الأول بنحميه هو، ليه؟ لأنه حيوقف، ايوه حيوقف، حيتقبض، حيتحاكم، حيوقف. في المقام الثاني حنحمي الناس منه، لأنه المتعاطي ده ذاته حيرتكب جريمة ثانية، حيرتكب جريمة ثانية، حيأثر على غيره، حيعلم أصحابه إنه يتعاطوا. فلازم نبلغ عنه، التبليغ. بعد ذاك المجتمع ده ذاته، المؤسسات التعليمية وغيرها واجبها برضه في الرغابة، في إنها برضه تبلغ، في إنها تتابع الأبناء داخل حوش الدراسة. أنا الولد جبت لكم المدرسة، تابعوا لي أثناء الدراسة. في عمليات نشاط بتاع التجار بتكون داخل المؤسسة، في الفصل، في القاعة، ممكن يتباع، ممكن يتداول إذا كانت المؤسسة ما عندها المسألة بتاعت الرغابة اللصيقة للطلاب. المجتمع ده فيه تاني الاتجاه الآخر اللي هو الأجهزة الشرطية وغيرها وغيرها. دي الواجب الأساسي هو مبدأ مكافحة الجريمة، واجب عليهم، دورهم الأساسي. دي بتكون في شنو؟ في الرغابة على الشوارع، الرغابة على الطرق، الرغابة على التجمعات، التحري في حالات الاشتباه وغيره وغيره، عشان يصل للنتيجة انه في شخص مجرم، في شخص لازم يتقدم للعدالة، في شخص لازم يتوقف عن نشاطه ده. بعد ذلك بعد الأجهزة النظامية بنجي نرجع للدور بتاع القضاء والإصلاح. برضو دي جزء من المجتمع. القضاء الواجب بتاعه في المسائل بتاعت الاتجار والترويج يكون في تشديد للعقوبة، يكون في تشديد للعقوبة. المؤسسات بتاعت الدولة الإصلاحية لازم تفعل فيها الجوانب الإصلاحية، يعني ما يكون سجن ساكت دول قاعد، لأنه في مسألة، في عمليات بتاعت الاتجار ممكن تتم داخل المؤسسات الإصلاحية، ممكن داخل السجن ذاته المروج يشتغل، وممكن تتم عملية تجارة من داخل السجون ذاتها، مع شرط المادة اللي بيتاجر فيها تكون موجودة في يده، يعني عندهم الوسيلة اللي بيحركوها بها، يعني بيكون في رؤوس بتاعت شبكات ممكن يكون قاعد جوا السجن. فدي كلها مسائل، يعني عشان ده ذاته يتوقف من نشاطه ده، أنت لازم تصلحه كتاجر بتاع مخدرات، توفر له مهنة، توفر لغيره، توفر لغيره، يطلع المجتمع ده يستقبله بصورة كويسة، ممكن يطلع المجتمع ده ويأثر على غيره ويكون أكثر خطورة، لأنه عارف انه كيف يتقبض، وعشان يتلافى المساله بتاعت انه يتقبض ثاني مره بيكون اكثر خطوره، بيكون اكثر حرص من انه ممكن يكشفوا لي انا شخص عادي او الاجهزه الامنيه او الشرطيه تصلوا.
يبقى يا مجاهد بحسب كلامك الوضع الاقتصادي بصورة عامة وعنده تأثير على زيادة انتشار المخدرات وسط المجتمع؟ طبعا الوضع الاقتصادي بيأثر في زيادة عدد الجريمة بصورة عامة، بصورة عامة الاحتيال بيزيد، أي زول نفسه ضعيفة بيجي مفلس ممكن يرتكب جريمة، ممكن يسرق، ممكن يتاجر في المخدرات، ممكن يعمل حاجات كثيرة جدا. ليه؟ لأنه الوازع الديني الجانب التربوي عنده ضعيف. ال 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 بعدك المنابر الإعلامية والأجهزة الإعلامية ليها دور في مسألة التوعية. الأسر اللي بتحضر هسه الآن معانا يمكن يكون استفادوا حاجة برضو، لما يكون في أجهزة إعلامية كثيرة بتتكلم عن الموضوع بتدي ده جانب إيجابي. طيب أنا بس إيجابي. قبل ما أختم معك دار أسأل عن وجود المحامي في الدفاع عن قضايا فيها تعاطي، يعني مثلا أستاذ مجاهد عثمان دارين جابوا لك قضية تترافع علينا عن واحد متعاطي مثلا، كيف وجود المحامي الدفاع في قضايا المتعاطين والمروجين؟ هل الحاجة دي مهنتكم بتتيح لكم انهم تدافعوا عنهم، ولا اصلا محظور على المحامي يدافع عن مروج، يدافع عن متعاطي وكذا؟ طيب المحاماه بصوره عامه هي واجبها انت كمحامي، مش يعني عشان في كل القضايا واجبك انت تكسب القضيه او تطلع الزول بريء. في جوانب في 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 المسائل بتاعه العمل بتاع المحاماه ذاته انه الغرض منها متابعه سلامه الاجراءات، يعني مثلا دستوريا في دستورنا السوداني وكل الدساتير العالميه، اي زول متهم في جريمه عقوبتها الاعدام او السجن المؤبد او القطع، يعني ممكن يكون في قطع يد قطع هناك، لابد انه يكون معاه محامي. الحدود التعزيريه لازم يكون معاه محامي. ليه؟ الغرض منه شنو؟ التاكد من سلامه الاجراءات. حتى لو بقى ما عنده المقدره على انه يجيب محامي، الدوله بتكفل له، عنده الحاجه في وزاره العدل اسمها اداره العون القانوني، بتكفل له يجيب له، المحكمه بتخاطب من وزاره العدل في زول متهم في جريمه عقوبتها الاعدام او السجن المؤبد، جيبوا لنا مستشار يترافع عنه، بيجي يترافع عنه. ما الغرض انه يطلع برا، ولا الغرض انه يساعدوه في جريمته او لا، بس لسلامه الاجراءات، عشان في النهايه يا اخي نحن والله وصلنا لأكد انه ما مظلوم، وصلنا لانه نعدمك وخلاص، عندنا قانون جه ظهر عنك هنا، وفي النهايه النتيجه انه انت خلاص حتموت. لكن لما يكون براو بتبقى المساله كده شنو؟ فده واجب، يعني المحاماه هي واجب، يعني غير انه هي مساله بتاع التكسب وغيره، هي واجب، لانه الزول ذاته لحد ما يقتلوه عنده حقوق، لحد ما يعدموه عنده حقوق، لحد ما ياخذ سجن مؤبد برضه عنده حقوق. شوف في المواضيع العقوبات الاعدام والسجن المؤبد بعد وجود المحامي ذاته ما حيتنفذ الحكم ده ما لم يرفع للمحكمه العليا للمراجعه، برضه غير القاضي الحكم ده والاثنين محامين الظاهرين ديل بيترفع ثاني للمحكمه العليا، دائره فيها ثلاثه قضاه بينظروا الحكم ده كله من اوله لاخره، بيتاكدوا من سلامه الاجراءات، من انه فعلا دي النتيجه للجرم اللي هو ارتكبه، حتى بعد ذاك ينفذ فيه. فدي مساله دستوريه عالميه موجوده حتى في العهد الدولي الخاص بحقوق الانسان التابع للامم المتحده، موجوده في كل القوانين وكل الدساتير. الغرض منها هي الوصول للنتيجه باطمئنان. اذا بقى في نسبه 1% ممكن يكون هو مال الشخص المفروض يتحاكم، الناس اللي حيصلوا لانه ده هو المفروض يمشي في الاعدام ولا ده ولا لا. فدي مثال لسلامه الاجراءات وسلامه المحاكمه ذاتها. نحن والله شاكرين لك الاستاذ المحامي مجاهد عثمان، محاور لسه كثيره جدا فيما يلي ارتباط القانون بقضيه المخدرات، وكان لسه المفروض نمشي للجوانب المجتمعيه والدور الذي يقع حتى على الافراد، لكن الزمن المخصص لهذه المساحه انتهى. شاكرين لك حضورك وجودك واثراء هذه المساحه بالنقاش وبالتثقيف وبالتعليم، كثر خيرك نورتنا كثير. شكرا لك استاذ نزار عبد الله بشير، شكرا لكل المشاهدين اللي بيتابعوا قناه الشروق الان، سعيدين انه احنا كنا معاكم، نتمنى يكون قدمنا ماده لقت استحسان منكم او قبول في دواخلكم. كتر خيرك. دي كانت مساحتنا الاولى في ظلال الاصيل مع ضيفنا القانوني والمحامي الاستاذ مجاهد عثمان.